15 عرفتي هاد العاوده شنو نسميو خويا مصطفى؟ خويا ميسا. قريتها في كومونتير والله الا متها بالضحك. قال لي واحد الدري قال لي هاد العاود دابا فيه كرموسه وغتبقى تقلب على السميه ديالو سميه كريميز درتيها ويقلدك. والله الا لقطه خطيره هادي. هاديك الله يلا ولله الحمد ملي كتجي عندك شي اسره بحال هكا وكيدوز هادشي زوين كنفرح والله الا كنفرح. الحمد لله الناس راجعين من فرنسا وجايين عند خوهم اشرف ولله الحمد هادشي راه كيفرحنا والله. السلام عليكم الخوت غمدا بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله وسلم. اليوم مع خونا فان جديد هو الولد ديالو اللي جانا من فرنسا وهو غيقدم لكم راسو ان شاء الله وغيدوز معنا هذه الحلقه ديال النهار مع فان. وعليكم ورحمه الله. معكم مصطفى معسال من فرنسا من بوردو وهذا الولد ديالي ياسين معسال. وحنا من لي فان ديال السي اشرف دابا مبقيناش لي فان ولينا خوت وعائله ولله الحمد لله. وحنا جينا نزوروه وجبنا الدري وبغينا نركبوا هذا النهار ان شاء الله باش نديروا ان بلاد ان شاء الله ان شاء الله. وللاشاره الخوت راه واخا عايش فرنسا وتقريبا حياته تقريبا كامله مدوزه راه باقي محافظ على الاصل. كتلبس انت في فرنسا؟ نهار الجمعه وفي الاعياد وهذا ضروري. المهم تقابل المغربيه ما تمشيش ضروري ان شاء الله ولله الحمد. اليوم ان شاء الله غادي نديروا بلاد انا وبو ياسين وسي مصطفى. وللاشاره بو مصطفى راه هو مول جدع مرشيد هذاك جدع اللي جاري تبارك الله وهو اللي بغى يتهلا في العوده بيرسون اراب. الله يسخر ليه والله يجيب ليه التيسير ويلا ندوزوا النهار مع خويا مصطفى والسياسي مصطفى. الله يعطيك الصحة، التوني راه تبدل دابا. ياك أسي. ودابا التوني تبدل الله يعطيك الصحة. الله يحفظك. وسيدي على سلامتك أنت والولد. الله يسلمك أبا. وهادشي كاين في أوروبا موجود أخويا مصطفى. موجود أخويا موجود. هو الخيل راه ماشي بحال الخيل. كاين. راه بارب وهذا راه ماشي. كيبقى بوحدو كيبقى بوحدو لا كاينة. وزعما كاينه اخويا مصطفى اسمح لينا غنسولوك هاد الاسئله الا كان عندك فكره. مثلا بحال دابا الا كان عندك عاود تما وتقريبا بشحال كيتقام الشهر تما في اوروبا؟ خويا العاود تما كاينه تقريبا كيحطهم عند الناس اللي عندهم الارض وكيقابلهم وهذا راه عاول اخويا على واحد تقريبا 300 ولا 400 شهر. تبارك الله تقريبا شي 4500 الماكسيموم. ما بين 3000 حتى 4000 واقيلا حتى الثمار غالي كلشي واقيلا. كلشي راه اليد العامله في اوروبا اخويا بصفه عامه غاليه. ياك اليد العامله كلها. كنشكروك اخويا مصطفى وتحيه لخويا كريم من ميريكان ها شامبيون راه كلشي كيشكرو الله يصلحو ليك والله يصلحو ليك ما شاء الله. ايوا اخويا ومشيو عند الولد حتى هو. ايوا اخويا مشيو ان شاء الله عند السياسين اللي تا هو مسكين جانا منين اخويا مصطفى عاود ذكر الجمهور الكريم من بوردو. والحمد لله بعدا ملي طلقوا المطارات نشوفوا الحباب بحال وجوهكم واللي بغى الخوت اللي بغى يجي عند خو اشرف مرحبا به والف مرحبا. الياقوت مسكين كيخمم كيشوفوا في واحد العود راه هو خارج ليه كيشوف فيه. اي والله يدير الخير الله يدير الخير. خويا ياسين راك موجود؟ ايوا الحمد لله. هذا راه سميتو العسكري مسمينو العسكري الدراري حيت في المشيه ديالو وفي داكشي ديالو كيبان بحال العسكري سيريو ميليتير. بسم الله ما شاء الله وتبارك الله على بو ياسين ومرحبا بك. شكرا. مرحبا بك تبارك الله عليك. وراك بخي اخويا الكاسك كاع لي ميزور دو سيكوريتي درتيهم الله يعطيك الصحه. ايوا يلا سير اخويا ان شاء الله. بما مشينا قادينا كريميسا وانتم دابا غادي تشوفوا كريميسا. يلا الله يسخر خويا ياسين. واش اخويا عرفتي هاد العوده شنو نسميو خويا مصطفى؟ كريميسا. قريتها في كومونتير والله الا متها بالضحك. قال لي واحد الدري قال لي هاد العود دابا فيه كرموسه وغتبقى تقلب على السميه ديالو سميه كريميسا. ما شاء الله الزين. اي والله يصلح الخوت راه نظرا درتيها ويقلدك. والله الا لقطه خطيره هذه. هذيك الله يلا الله يصلح دابا الخوت غادي نبونسيو حيت ما يمكنش لينا نعوموا على حساب هذيك الكرموسه. وان شاء الله ان شاء الله غادي نشوفوها كيفاش ولات في الفلوغات اللي جايين والله يدير الخير. با كريم
والله يسهل الله يدير الخير. والحمد لله راه بدا كيطلق الزين ديالو اليوم راه حنا راكبين عليه. كنت سناك واه شو والله الا ولفك مصطفى اللي درتها كيديرها من ورا تبارك الله على ابو مصطفى راه والله حتى بدا كيتبدل بالله. الضلوع اللي كانوا كيبانوا راه ما بقاوش كيبانوا. ها انتوما الخوت والله الا على غفله ها العلف ها انتوما لا تقولوا ما معلينش النخاله والشعير مقرشن والخرطال والفصابيب كل شيء ولله الحمد والله يدير الخير. وانا راه كنت سناك اخويا واتحدى اخويا انا راه قد تحدي الله يسهل. والخوت بلاتي بلاتي يا بسطو تلبسي البوط انا غنمشي نلبس البوط ونتكيطمو كاملين ضروري. سير على مولانا الله يدير الخير. المهم حنا راه لبسنا لي بوط وراه حنا بخي باش نديرو لا بالاد افيك خويا مصطفى. غنمشيو غنبلبلوها ان شاء الله والله الا غنبلبلوها مع خويا مصطفى والولد ديالو ياسين واي واحد بغى يجي عندنا مرحبا به والله يدير الخير. ايوا حنا غاديين معاك راه ميسا تبارك الله ترى في واحد الركوب بسم الله ما شاء الله. ومع خويا ومع خويا مصطفى تبارك الله عليك تحياتي لبسطوف الله يعطيك الصحة الله يحفظك الله يحفظك والله يدير الخير. خويا مصطفى ما تخليش يوقف الرجيلات ديما تحياتي لبسطوف الله يبارك خويا اشرف الله يحفظك وتبارك الله عليك وتبارك الله على الولد ديالك الله يحفظك الله يدير الخير اخويا. وكي جاتك البلاد واخا العام ناقص والله يرحمنا. امين امين الله يرحمنا. امين الله يرحم فينا يا رب يا ربي ترحم فينا يا رب والله يدير الشاويل ديال الخير. هادشي اللي غنقولو خويا الله يحفظك زيد ورسا. ايوا حنا ان شاء الله غادي نديروا واحد البلاد اللي غيكون في المستوى وموجد راسك بعدا ياك العيا ديال الطياره حيد وياه ها نضربوا الطريق على مرتاحين دابا ايوا والله الله يدينا على خير ويجيبنا على خير يا رب على مولانا. ياسين العسكري صافا معاك ولا داير بساله؟ كالم الحمد لله. ولله الحمد ملي كتجي عندك شي اسره بحال هكا وكيدوز هادشي زوين كنفرح والله الا كنفرح. الحمد لله الناس راجعين من فرنسا وجايين عند خوهم اشرف ولله الحمد هادشي راه كيفرحنا والله. وانا طبيعة اخويا مصطفى الناس مساكن مكافحين واخا ما كاينش امين 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 الله يدير الشاول ديال الخير. مي صناديل الخوش عماد غادي يمشي فيه وبغى يتحدانا اخويا مصطفى كريمي سارة كان تيستي فيه دابا الكرة راه عامرة تبارك الله. انت كتشوف تبارك الله شحال ديال الطريق ضربنا ونطش به دابا وما كاين الله يعطيك الصحة وراه مدوز على الزر 14 مليون. لا سير نيشا سير نيشا ولا عيتي رجع اخويا مصطفى مرحبا بك ياسين. لا ياسين لا ياسين راه كافالي نادي ياسين ما نخافش عليه. تبارك الله من اخويا والله في المستوى ونتمنوا من الله ردوا العز ديالو. باين عليه مدوز العز هذا اخويا حنا وحنا مقاتلين حنايا والله يدير الخير والله العظيم باقى خاصها واحد السماره ان شاء الله باذن الله والله يدير الخير. الله تبارك الله شو من اخويا تبارك الله والله يدير الخير. بو ياسين كي جاتك اخويا الباديه مزيانه مزيانه الله يعطيك الصحة حتى ترى الحمد لله راه العسكري راه قايم بالواجب داير بحق الضيافة قاوري في المونتاليتي ديالو الصراحة. اي والله يدير الخير. ايوا الخوت هانتوما شتو الدورة اللي ضربنا مع الحباب مع با مصطفى وخويا ياسين ان شاء الله ان شاء الله غنرجعو معاكم بما وصلنا ونعمرو واحد البريري ديال هادشي والله يدير الخير.
وعلى السلامة بو سطوف. الله يسلمك ابا. واه كي جاتك البلاط. يا سلام يا سلام يا سلام. ولل شوف عرق مع راساته. وعرق عرقة مزيانة. مع راساته مزيان شوف 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 شوف. ولله الحمد. ما شاء الله ما شاء الله. والصيف تجي معنا شي حاجة اليوم بو سطوف ولا والو. يا ودي الطبيعة والخضورة والركوب. الله يا ودي بو سطوف. مرحبا والف مرحبا. شي كيحيي والله العظيم. كيحيي التراث وكيحيي القلب. التراث ويحيي القلب ويحيي. الله اش غنقول لك؟ الله يفاجئها. الله يفاجئها والله يبقى الله يحد الباس من هذا الوباء. امين امين. الله يرحمنا بشي شبعه ديال الشات. باغا الوقت اخويا والله الا باغا الوقت. الله يحيي. واخا دابا راه الشلا جات ما غاداش غادا تعمر غير المياه الجوفيه مزيان. المهم. حيت راه نقصات الفرشه المائيه في المغرب بواحد النسبه كبيره حيت ما جاتش الشا. ولا اله الا الله محمد رسول الله. الله يرحمنا. وتحيه للناس الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. تحياتي لهم ساكن اللي تما توحشوا البلاد وتوحشوا الحباب وتوحشوا المواسم والنشاط حيت النشاط ديال هذه البلاد راه ما تشوفوش في جهه اخرى. الله يا ولا اله الا الله محمد رسول الله. باسطوف شو العمر شي بريريد. الله يدير الخير. واخر الكلام لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يسلم. ايوا الخوت الفيديو سهلة. الا عجبكم الفيديو خليو لينا واحد لايك وكومونتير وبارطاجيوه مع الحباب. واللي ما مابونيش معنا في الانستغرام يتابونا السميه راه هي هذيك والرابط راه في صندوق الوصف. الى اللقاء الى فلوق اخر ان شاء الله.